طيب قال هل يجوز الانتماء للأحزاب السياسية الإسلامية؟ الإسلام يا أخواننا ما فيه أحزاب، دي أول معلومة أنت خدتها في راسك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فما بجوز يا أخواننا الناس تبقى أحزاب، وده الفرق الأمة الإسلامية، ده المؤتمر شعبي وده المؤتمر وطني وده ما أعرف ليك حزب داعش وده الأنصار سنة وديل وديل، ده الفرق الأمة، ده غير الطرق الصوفية. طبعا هذا بحر لا ساحل له، تجانية كزنزانية وبيشاكلوا في السجادة، أنا دار أبقى الخليفة وداك دار يبقى الخليفة، فالبلد مفرقة. فده أخواننا حرام في الإسلام. وكل الأحزاب دي أنت لو داير جهنم، داير جهنم سريع جدا تمسك لك واحد من الأحزاب دي، تعتقد عقائدة تموت على ذلك أنت من أهل النار وبئس المصير. والله جل، شفت الأحزاب دي، مؤتمر وطني، مؤتمر شعبي، ما أعرف ليك مين مين. أنا بتكلم عن الأحزاب التي تنسب إلى الإسلام، حزب التحرير، ما أعرف ليك مين. أما جماعنا الشيوعيين وديل، ديل أصلا ما أحزاب إسلامية ولا يعدون في أهل الإسلام. يعني لما نجي نحسب المسلمين شو عندنا، ما بنحسبهم أصلا. فهمت أنا؟ لو مسكوني التعداد السكاني والله الشغلة دي بتنقص كثير، خلاص تعرف الموضوع ده تنقص كثير. المهم كده خلينا، طيب فرصة مفتوحة. قال حكم التعامل مع العلمانيين والشيوعيين داخل الجامعة في الأمور الخاصة بالدراسة. يا زول انت ابعد منهم النازل، والله يضروك ضرر شديد، عرفتها في الدنيا دي، في الدنيا دي بضروك. في واحد بيحكي لنا الشغل بتاع الأحزاب دي بيقوموا يدرجوك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا شنو خطوات الشيطان. النازل شارع المين ده يشهد خمسة السودان في سنة من السنوات، خمسة السودان في جامعة الخرطوم في سنة من السنوات، يعني وصلوا مرحلة هسه الجبهة الديمقراطية راقد في الشارع ده، زول راقد يشرب في المصايب والبلاوي لغاية ما بقى راقد هناك. نازل بيورطوك، والله يورطوك، أو ورطوك مع بيت وقاموا صوروك، تاني ما بتقدر تمرق، فهمت؟ مع إنه لو مرقت حتى لو صوروك ونشروا الكلام في النهاية أنت أحسن لك تمرق منهم، أفضل لك، وده الواجب عليك. ولو بقيت زاني عديل مكتوب عليك زاني أقل سوءا من الكفر بتاع الشيوعيين والملحدين والمجارم. لكن النازل عندهم أساليب خبيثة، بيورطوك أو يبقوك مدمن بتاع بنجو ولا بتاع خرشات، والله النازل ما مجرم، يعمل فوق بيعزمك يرمي لك مصيبة جوا، أنت بتأمنك؟ وقال لك الما بخاف الله خافه، ده ما بيؤمن بالله ذاته، ده تطمئن له كيف؟ ما تبقى معه، ولا ربنا حوجك له، ولا ربنا بحوجك له إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شنو؟ سبيلا. معليش لو ببيع طعمية ولا ببيع ترمس وهو شيوعي ولا ببيع مذكرات اشتريها منه من باب الدنيا، لكن تصاحبه وتبقى معاه ويشرح لك، لا لا زول ده بورطك وبركب لك الفهم بتاع الشيوعية، يقول لك راح نشرح لك فيزياء. طبعا نظرية الانفجار الكوني العظيم وإن بسغت ثم تمحورت بعد ذاك يمرقك ملحد، عشان كده أوعك منه. نازل ناس ملاحدة وناس مجرمين، والنظريات اللي بيقولوها دي كلها نظريات فلسفية. فلسفية معناها شنو؟ معناها بيفتكروا وبيضعوا زي ما بيقولوا افتراض انه الكون ده مرق بالطريقة دي، عبارة عن محاولة منهم لتفسير حاجة ما شهدوها. عشان كده ربنا تكلم وذم المشركين لما قال لما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلوا الملائكة إناثا الذين هم عباد الرحمن إناثا، مش ربنا قال أشهدوا خلقهم؟ أنت كنت قاعد لما الكون انفجر؟ كنت قاعد يا شيوعي؟ أنت كنت أبوك كان قريت؟ لو كنت قاعد ذاته شهادتك ما مقبولة، فهمت؟ فديل ما تبقى معاهم، ما تبقى معاهم ناس مجارم. طيب قال يقول واحد علماني إن الحدود غير مواتية أن تطبق كحد السرقة، يمكن أن تستبدل بالسجن. طيب أنت عايلها من ناحية بتاعت ماديات أو من ناحية بتاعت عقول؟ زول سرق، زول سرق
حكموا عليه بالسجن 6 شهور قعدوا في السجن. ما حصل يوم الشيوعي ده سأل نفسه أو الملحد ده الدار يبدلوا له والحدود دي، وما دار يبدلوا له والحدود لأنه دار يمنع الجريمة، لأنه ده من أعلى مقاصد الحدود أن تمنع الجرائم وأن يكون في المجتمع الوقاية قبل وقوع الحدود. عشان كده بقول ربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص شنو حياة. حياة معناها شنو؟ لما أشوف زول ده كتلو، الزول ده لما كتل كتلو تاني أنا ما بقتل. لما تشوف الملك سلمان حفظه الله لقى أمير قاعد سنوات كتل زول سنوات ما كتله، جابوا قدام الناس قال لهم أنا أشوف أهله دايرين قصاص ولا دية، قالوا دايرين قصاص، قال امشوا قالوا سرعوا وقصوه. ولما بعض الناس اتراخوا في الموضوع ده طوالي قام رسلوا قال له دخلت ليه طوالي جابوا برا، يا ناس بتعفوا قالوا ما دارين اي عفو، عرضوا عليهم مليارات قال لهم ما دارين عفو طوالي قصوا. اذا كان لما تجي تشوف الزول اللي بيقتل هذاك اللي قتلوه قدام الناس في ساحه زي دي قتلوه ثاني ما في زول بيمد ايده على زول، فهمت؟ ولا في تجار بتاعين اعضاء بيجوا ولا في غيره ولا في غيره، ما بتجي ليه؟ لانه الحدود والهيبه، فهمت؟ فلما يجي العلماني ويجي يقول يا اخي يسجنوه، الزول ده لما يسجنوه بيشيل من خزينه الدوله يعني بدل المال، الزول في السجن بيخلوه يموت يا اخواننا ولا بياكلوه صح ولا ما صح؟ وعنده برامج ثانيه بتاعت رعايه، لانه السجين ده بيدوا برنامج تثقيفي عشان يمرق للمجتمع ده انسان صالح، البرنامج ده برضه عنده ميزانيه، فهمت؟ وكمان اذا كان الميزانيه ماسكه كوز دي بتكون ميزانيه مقدوده مره واحده، فهمت؟ فيتخيل زول بعد ما سرق بدل ما يقطع ايده مشوا دخلوه السجن، يعني انت سرقوا منك قروشك وبعد شويه مشيت السوق دار تشتري لقيت العيشه زادت، ما لا زادت لأن يا اخواننا والله ما قدرنا، الدوله دي تكاليفها كثيره، لابد ان احنا نعوضها في حاجات ثانيه. رجعت لمنو؟ رجعت لك انت، سرقوا منك ذاته، هكذا انت تورطت مرتين صح ولا ما صح؟ لكن زول دار يسرق قطعوا له ايده دي قطعوا له، الزول الدار يسرق ثاني ما بيقطع ثاني ما بيسرق لانه بيشوف انه حيبقى قدام المجتمع انسان ذليل وحيبقى قدام المجتمع مفضوح، حيقوم يقف من السرقه. فوق ذلك الزول الدار يسرق ده بعد مرات بيطلع على عورات الناس، حرامي تلف في بيت الناس بالليل نايمين، ممكن يكون زول بالليل نايم بجلابيه وعمه ونظاره لقاك والمراه تكون مغطغطه ومدمدمه، الزول بيرتاح في بيته، فهمت؟ والزول بينستر بالبيت، فده لما يجي يطلع على العورات دي ما جريمه ذاتها؟ والامن وزول لو قام عليه وقام قتل الحرامي ما بجوز لك تقتله، وإن كان حرامي وسارق ما بجوز لك تقتله، لكن لو قام قتله يقول لك للاستفزاز الشديد، هذه جريمة وقعت في المجتمع كده، المجتمع كله بيتصاب. عشان كده شوف الحدود دي فيها رحمة، والزول اللي بعين لأنه يكون سجن ها ده بعين للحرامي وما بعين للمجتمع، وما دار يقول لك إنه يا أخي فيها غسوة، ده ما كلام الملحدين والعلمانيين، يقول لك الحدود دي فيها قسوة. طيب الزول لما يجي يسرق قروش زول عنده عملية بتاعت قريبه بتاعت كلى وعنده فشل كلوي وزول بيشحت فيها وبيمشي ديوان الزكاة وبيمشي وين؟ يجي الحرامي يسرقها منه وزوله ذاك يموت، رأيك شنو في الكلام ده؟ لما زول يكون عنده زول مريض موديه برا السودان وزول شغال وأولاده شغالين ومرته شغالة ويمشي يتعب ويلم القروش عشان يسافر برا عشان يعالج له مريض، ده يجي يسرق القروش يسرقها والزول ده في النهاية المريض ده يموت، انت رأي شنو في الكلام ده؟ ليه ما عينت للمجتمع؟ ولذلك يا اخواننا الحدود دي فيها صيانة للمجتمع، ها؟ صيانة للمجتمع وفيها حياء للناس، الناس تعمر والناس تأمن، لأنه إذا وجد الأمن وجدت شنو؟ وجدت عمارة الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وربنا أنا امتن على أهل مكة في صورة قريش، قال لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عرفت؟ عشان كده العلماء قالوا الأمن، الأمن والرخاء والشبع مرتبطان، أو ممكن بلغة ناس الرياضيات نسمي العلاقة بيناتهم علاقة طردية، والعكس بالعكس صحيح. كويس؟ يتخيل بيجاي البلد كاتمة والمشاكل مدورة، بتاع الدكان بيفتح دكان وكده، ما في زول بيفتح دكان، ما في زول بيمشي في شارع. يا أخي الأيام اللي فاتت دي لما قالوا الناس بيسرقوا الأعضاء، الناس دي كلها بقت شفتها بصل والدة تجي بعد المغرب تلقاه فاضي، بني آدم ما في النادي من بدري بترجع. حتى الظاهرة الشينة ديك في وحدات بيقيف أنا أشرة للعربات، الظاهرة ديك الحمد لله الأيامات ديك بقت ما في، تلقى الشارع فاضي، لو في صعاليق يلف كده، لو لقى بتاع الأعضاء ده ممكن يشاكل معاه، فهمت؟ لأنه بور له سوقه. كويس؟ الأمن إذا ما في أنت قلة أدب ساي ما بكون عندك، فهمت؟ قلة أدب ما بكون عندك. فده يا إخواننا إنسان بيعاين وينظر إلى مصلحة السارق والمجرم الموجود في المجتمع ليفسد المجتمع، ولا ينظر إلى مصلحة المجتمع، ما بيعاين ليه مصلحة المجتمع، عرفتها؟ ده غير إنه الحدود فيها تطهير. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أصاب من تلك الأقدار شيئا، قال فحد أو أصابه الحد، قال كان كفارة له. يعني أنا لما أسرق وأبلغ حد النصاب ويقطعوا يدي، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي السرقة اللي أنا سرقتها. طيب لما أنت تسجني ربنا بيغفر لي حدك اللي أنت شرعته من راسك ده؟ هل ده بيغفر لي ذنوبي؟ شوف الشريعة دي كيف، حق المجتمع وحق السارق وحق رب العالمين كله مضيع، لأنه دي شريعة كاملة، فهمت؟ عشان ما يجيك العلمانيين ديل وقاموا جو قالوا يا أخي قالوا عمر بن الخطاب، ديل الوليدات الملحدين قبل أيام، قالوا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة عام الرمادة. أول حاجة القصة دي من ناحية إسناد ما ثابت، مع أنه داك شعبي وبقول أنه ما بيؤمن بالسنة. طيب تؤمن بعام الرمادة ليه؟ ليه تؤمن بعام الرمادة؟ لو افترضنا معاك أنه القصة صحيحة، عمر بن الخطاب ما كان بيقطع يد الزول السارق ليشبع جوعته لوجود الشبهة، والشبهة في الإسلام مانع من موانع إقامة الحد. يعني ما يزول سرق بيقوموا شنو؟ يقطعوا له يده طوالي، في حاجة يسمى مال يكون في حرز، فهمت؟ ولأنه ممكن يكون المال في حرز ويكون نمرة اثنين المال يكون ما حقك، ممكن يكون زول من هوايته إنه بديس قروش ويتلب لها بالليل داري شيء، زول يكون مجنون مثلا أو مسطول، ده بتقطع يده؟ ما بتقطع يده، فهمت؟ ومنها أن يبلغ المال حد النصاب، عرفت؟ ومنها أن لا تكون هناك شبهة، دي من الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود شنو؟ بالشبهات. فدي كلها الناس ما فاهمين الحاصل. ما ممكن زول سرق له في عام الرمادة، زول لقى له جدادة مطرفة قام سرق عشان ياكل، ده ما بغيمو عليه ولا حد. انت شو حصل يوم خطفت لك سندويتش من كافتيريا قاموا قطعوا لك ايدك؟ نحن لو مسكنا البلد ما بنقطع ايدك لكن بنعزرك. العلماء قالوا هو ما بيترك لكن ما يقام عليه الحد، يعزر، نقوم نجلدك، نقوم نشغلك اشغال شاقه، فهمت؟ نخليك تمسح بيوت المسلمين ان شاء الله، نعمل مشروع النظافه لولايه الخرطوم الزمن ذاك ان شاء الله، نشغلك اي حاجه المهم، لكن ما بنغيم عليك الحد. ده الاستدلال بعام الرماد، ودي الناس ما فاهمين الحاصل. طيب طيب قبل نجاوب على السؤال ده وهو قريب للقبليو، نفتح فرصه للمداخلات والاسئله، فرصه مفتوحه. طيب قال سؤال يقول واحد علماني ان الشريعه الاسلاميه غير مؤهله للتطبيق في القرن الحادي والعشرين. ده طبعا كله كلام بتاع كفار ومشركين. طيب سؤال ليه؟ ليه ما صالحه؟ الشريعه كامله باي حاجه، لو داير اقتصاد فوقه، داير تدور، ما الاقتصاد ده عباره عن شنو؟
عبارة عن المال. أمشي بأكبر دكتور في الكلية بتاعت الاقتصاد. الاقتصاد ده عبارة عن شنو؟ المال ده تجيبه كيف وتنميه كيف وتصرفه كيف. شوف ده الاقتصاد كله بيتكلم عن الموضوع ده. المال تجيبه كيف وتنميه وتزيده كيف وتوزع وتصرفه كيف. كل النظريات بتدور حول الموضوع ده. هل ده في الإسلام فيه ولا ما في الإسلام فيه ولا ما في؟ الدولة عندها موارد ولا ما عندها؟ كويس؟ طيب شؤون الحكم وإدارة الدورة الدولة ده في الإسلام فيه ولا ما في؟ هل أنت قريت السياسة الشرعية للماوردي؟ هل قريت الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم؟ هل قريت السياسة الشرعية بين الراعي والرعية لابن تيمية؟ هل قرأت ما كتبه ابن مفلح في الآداب الشرعية؟ هل قرأت السياسة الشرعية لغيره من العلماء؟ السياسة الشرعية دي هل قريتها أنت؟ نازل تتكلم ساكت. الحاكم يتنصب كيف؟ شروط الحاكم شنو؟ متى يخلع الحاكم؟ عرفتها؟ وشروط خلع الحاكم وشروط الوزراء وما هي مهمات الحاكم؟ ده كله قاعد بأدلته، قاعد بالأدلة. وده بسموه هنا في الكلية دي، كلية القانون، بسموه القانون شنو؟ الدستوري. بسموه القانون شنو؟ الدستوري. وده أشيل المخلوعين به والملاح ده والعلمانين ده. يقول لك طبعا نحن دايرين يعني تجي تجيب لنا تضع لنا دستور، كأنه الدستور ده حاجة كده كبيرة ما بتقدر عليها. تقال الدستور ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن نجرة بتتكون من 10 صفحات. أنا أسي أي دستور في رأسك أنا ممكن أكتبه لك. المادة الأول أحكام تعريفية ألف. هذا الدستور يعني مثلا دستور دولة جامعة الخرطوم مثلا يعني، أو رابطة طلاب كلية الآداب. المادة الثانية، كلية الآداب هي كلية الكلية التي تضم مجموعة من التخصصات في جامعة الخرطوم، والجمعية هي الجمعية المتكونة من الجمعية العمومية والجمعية العمومية. المادة الرابعة هم كل طالب مسجل له بطاقة من درجة البكالوريوس في كلية الآداب. أحكام تمهيدية، وتجي تتكلم من أين يستمد هذا الدستور شرعيته، ومن أين يستمد أمواله، ومتى يفصل الإنسان من هذه الجمعية. حاسي بكتبه لك أنت، قالوا موضوع طويل. بس قول لك يا أخ ديل بكتبوا دستور، ما بكتبه لك هسي أنا. أنت قالوا موضوع يعني ناس، في ناس عندهم هوس كده يجيب لهم مصطلحين كبار كده خلاص ينخلع. يا هذول ده كله قاعد في الدين، كله قاعد في الدين. باقي لك دولة، دولة بتاعت الصحابة دي، دولة كبيرة امتدت المغرب فوقها من المغرب العربي لغاية انت مارقة هناك الحدود مع الصين وغيرها، وجنوب لغاية الهند، وشمال لغاية وين. باقي لك دي الدولة دي ما كان فيها نظام بتاع حكم؟ نظام بتاع حكم ما كان فيها؟ فهمت؟ فده كلام غريب جدا. طيب قال السعودية دولة تتبنى المنهج السلفي لكن بناء القباب حرام، فلماذا لم يزيلوا قبة الخضراء على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام هو ما مدفون جوا المسجد. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان قاعد جوا المسجد، وإنما كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، عرفتها؟ لما تستقبل القبلة على يدك الشمال. وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت فاتحة في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أبو بكر الصديق وأصلح في المسجد النبوي، ثم جاء عمر وزاد المسجد، وجاء عثمان رضي الله عنه وزاد المسجد، ووسعوا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر المسلمون. ولم يدخل الحجرة التي يدفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخلها إلا عبد الملك بن مروان في السنة 57 هجرية، وأنكر عليه كبار الصحابة، عرفتها؟ فدي أول مسألة. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في هذا المكان بإجماع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام له خصيصة ليست لغيره من الناس. أما بقية الناس ديل بيشيلوا قبابهم، لما جاءت الدولة السعودية شالت القباب اللي كانت في قبور الصحابة في البقيع وفي غيره، وهدمت قبة كانت في قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وكلها شالوها برا، عرفتها؟ طيب
قال هل مقاطعتها لقطر تجوز من ناحية شرعية؟ ونهي عن المقاطعة والفجور في الخصومة. نحن منهجنا يا أخواننا إنه عدم الكلام في الحاكم سواء كان قطر أو السعودية، زي ما قال الشيخ سليمان الرحيلي، قال هذه أمور بين الحكام، حكام المسلمين، ونحن واجبنا تجاههم إنه ندعو لهم ربنا سبحانه وتعالى أن يؤلف ذات بينهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجمع كلمة المسلمين. عرفت؟ أما الشغل اللي بيعملوه الأخوان المسلمين من التحريش بين الدول وزرع وزعزعة الفتن بين المسلمين، ده شغل بتاع أخوان مسلمين بيستفيدوا منه أعداء الإسلام. والليلة المشاكل الموجودة في العالم 90 أو 95% منها قاعدة في أراضي المسلمين بسبب الأخوان المسلمين. اليهود راقدين ومرطبين نايمين، يوم يفتحوا المسجد الأقصى ويوم يقفلوه. الأخوان المسلمين لما ديلك يقفلوا المسجد الأقصى يمرقوا فوق عشان يأكلوا قروش الناس، قفلوا المسجد الأقصى وكوركو وهلموا واجمعوا التبرعات، وما بتلقى لك تبرع كيسدك ومرق برا خارج حدود بلدك، كلهم أكلوه الجماعة ديل. وبعدين ذاته مشكلتهم مع اليهود ما دينية، زي ما قال حسن البنا ونقل عنه هذا الكلام صاحب كتاب أنا المسلمون أحداث صنعة التاريخ محمود عيادي عبد الحليم، قال ذهب الإمام حسن البنا إلى جمع ضم مجموعة من اليهود والنصارى، قال فقال وبهذه المناسبة أود أن أتحدث إلى الخصومة بيننا وبين اليهود، قال فمن ناحية دينية أقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية. قال مشكلتنا مع اليهود ما دينية، مشكلتنا معهم قال لأنهم اغتصبوا أرض فلسطين، فهمت؟ ومتى ما رجعوا نحن ما عندنا معهم مشكلة، ده كلام حسن البنا. فما في داعي تاني الأخوان المسلمين يكوركوا ويرفعوا شعارات إلى آخر على أساس إنه يقولوا هم الناس الحادبين على الأقصى وحادبين على فلسطين وغيره من الدعايات الفارغة والفاشلة تحت الأخوان المسلمين، فهمت؟ أنت مشكلتك مع اليهود ما دينية. ربنا قال عن اليهود، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، ربنا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وغيرها من الآيات التي جاء فيها ذم اليهود. طيب ما الفرق بين السلفية وأنصار السنة؟ كالفرق بين القرآن وبين كتاب لينين، ما في أي علاقة بين أنصار السنة بين الجماعة دي. أنصار السنة دي باعوا الشغلة، أنصار السنة باعوا الشغلة دعوة للتوحيد وإلى السنة، صار السنة باعوها، والآن بقوا خاشين مع الأخوان المسلمين وانقسموا جماعة مركز عام وجماعة إصلاح وجماعة غيره وغيره، كلهم ما عندهم موضوع. تاني المركز العام بقوا يتريضوا مع النسوان، عندهم واحد يتريض مع تابيتا بطرس زمان لما كانت وزيرة الصحة، فهمت؟ لابس له تريننج وهي لابسة تريننج بيتريضوا. لكن لأخواننا أنا لما نتريض زي ما قال المثل أحشفا وسوء كيلة، فهمت؟ انت ذاتك يتريض ان شاء الله نادي لك ككو من الجامعة دي يمشي يتريض معه، ده زول موهوم ولا شنو، فهمت؟ فده مشى يتريض مع تابيتا بطرس، فهمت؟ واحد الهد داك نزله، طبعا كان وزير ونزله، مشى قال انا لا امانع من زيارة الاضرحة، ورئيسهم اسماعيل عثمان مشى اكل رز مع الكباش، فهمت؟ وديلك رقصوا قدامه عملوا البدع والشركيات قدامه وهو راقد قاعد، وقاموا مشوا أسنوا على الترابي، تحدثهم اسمه ياسر محمد الحسن، قال الترابي شخصية لن تتكرر في العصر الحديث، قال لغاية ما الشعبين بيجوا يكبروا في الصيوان بتاعه. ومن بيتين أنصار السنة كان عندهم صيوانات، مشوا للصيوان بتاعه فهمت وشالوا فيه والفاتحة وعزوا تعزية ما عزاها الجبهجية ذاتهم للترابي، فهمت؟ ومدحوا مدي عجيب. فده الناس باعوا الشغلة وبيجوا عبارة عن جبهجية. أما ناس الإصلاح ديلك ما عندهم موضوع إلا إنهم ماشيين مع عبد الحي يوسف الذي يحمل المنهج التكفيري. ناس نائب الرئيس بتاع جماعة أنصار السنة محمد اللمين إسماعيل، يمكن كثير من الناس بيعرفوه، عرفته؟ ده بدافع عن عبد الحي وقال قد آتاه الله فقها واسعا، وعبد الحي يوسف بيكفر حكام المسلمين كلهم وبقول لا توجد جماعة اسمها السلفية، وإذا وجدت فلست منتميا لها، فهمت؟ ومشوا يترحموا على بن لادن
وعملوا بلاوي كثيرة أنصار السنة. وآخر حاجة قالوا نحن والصوفية واحد، وقالوا نحن ما بنرضى في الصوفية، صار السنة بيقول ما بيرضوا في الصوفية، فهمت؟ فبعد شوية نحن حنرجع منهم النوبة يدقوها. وآخر حاجة قال محمد النبي من إسماعيل لما الناس طيبة بيقوا يعملوا تمثيليات، قال لي للدعوة، طبعا ده الهوس بتاع الأخوان المسلمين، يقول لك لابد أن تدخل الدعوة في جميع ضروب الحياة. الترابي قال لهم لا ينبغي أن يعبد الطار الله وحده، ينبغي للآلات الموسيقية أن توب إلى الله، وينبغي أن يكون للجنة بابا تاسعا يدخل منه أهل الفن. يا زول الجنة دي أبوابة ثمانية، ترابي داري يخرم له باب تاسع يدخل به ناس محمدية ونجاة غرزة محمد وردي، فهمت؟ وداك بقصة ريدة بين اثنين بين مسلم مسيحية والحب ما بيعرف أديان سماوية، وداك يخش بأربع سنين، وداك يخش بالمشكلة بتاعته، فهمت؟ وهوس كثير، ده الهوس بتاع الترابي ده، وكلام كثير جدا. طيب فهذيل ما عندهم علاقة بالسلفية، أنصار السنة، وتحولت إلى جماعة إخوانية. موقفكم من الشيخ عبد الحي يوسف، عبد الحي يوسف عنده رسالة بتاع الدكتوراه يا أخوان، أنا ما أعرف يعني الزول لما يكون عنده كتاب ألفه والكتاب ده كب فوقه العقيدة بتاعته، وقال الكتاب ده منهجي، قال أنا أرجو من الله يدخلني به والجنة. لما أنت تجي تنقد الكلام ده ليه الناس بتزعل؟ عبد الحي يوسف ده إنسان من طراز التكفيريين الأول، عرفته؟ كتاب الاستبداد السياسي النال به درجة الدكتورة وما تاب منه ذاته، عرفته؟ كفر فوق الحكام وقال والواقع اليوم يشهد أن كثيرا من حكام المسلمين اليوم ليسوا مجرد ظالمين وإنما كفار، وإذا دام منهج داعش أروني ما هو منهج داعش، فهمت؟ فده المنهج بتاع عبد الحي يوسف، وصلى على التكفير زيه بن لادن. وليه نحن بنقول لك عمل زي فلان وزي فلان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. العلماء قالوا الحديث ده دليل على أن الإنسان لا يصاحب إلا من يشاكله في الدين وفي العقيدة. يعني لقيت واحد يومه كله لافي مع الجمدالات دين شيوعيين، ده في النهاية شيوعي، واستدل بهذا الحديث وغيره من الآيات والحديث عمر بن عبد العزيز، قال إذا لقينا زول قاعد مع شربة الخمر وبيشرب في الخمر، قال فإنه يجلد الحد مثلهم وهو مشارك لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن شنو مثلهم. لقيناك قاعد معهم ديلك بلغلغوا سكرانين وانت قاعد معهم ساي، نقول لك يا فلان وقاعدك مع دي شنو؟ تقول ديل أصحابي يجلدوا 40 جلدة وانت تجلد معهم، فهمت؟ يقام عليك الحد كما يقام عليه. فده حكم الإسلام. ولذلك ولذلك أي شغلة، ولذلك خليها، ولذلك عبد الحي يوسف من الناس الذين يحملون الفكر والمنهج التكفيري. ولما مات أسامة بن لادن صلى عليه وغيره من الكلام، وله علاقات واسعة مع دعاة التكفير في العالم، ويمدح سيد قطب الذي أقر بأنه يحمل فكر الخوارج تلميذه القرضاوي. القرضاوي قالوا ذاته التكفيرين ديل مرقوا من سيد قطب، فبيمدحه ويثني عليه ويفتي بالفتاوى التي يقوم بها أفراد داعش. وش ناس داعش بيفجروا؟ طيب أسمع الكلام ده. لكن الله عز وجل إذا أراد أمرا كان، فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح ما عندهم إلا سلاح الإيمان. بيتكلم عن العمليات التفجيرية، يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة صاحبها إن شاء الله. أقسم بالله والله سعاد، عرفته؟ فده بيقول لك إنه دي عمليات استشهادية، وقال اختلف فيها العلماء، وما اختلف فيها العلماء.
ديل الأخوان المسلمين عارضوا فيها العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته بيده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن احتسى سما فقتل نفسه فالسم في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فده عبارة عن انتحار، ده ما استشهاد، عرفتها؟ فده الكلام بتاع عبد الحي يوسف والتفاصيل بتاعته تطول. ومحمد مصطفى عبد القادر، محمد مصطفى عبد القادر نبذ الصحابة نفس كلام الشعبين، قال الصحابة يتكاتلوا في السلطة وفي المال، قال وربنا سبحانه وتعالى قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ونفس الكلام ده قالوا سيد قطب وقالوا الترابي وقالوا المجنون داك عبد مين كده، أبو بكر عبد الرازق بتاع الشعبين وغيرهم من المجرمين، عرفته؟ اللي بيطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد مصطفى عبد القادر ده عبارة عن سان دجال ومجرم، زول هو زول بتاع دنيا ساكت، أسي لو جبت له كيلو باسطة تاني يوم بيبقى معك. طيب قال هل الترابي يعتبر ملحد وكافر؟ ما يعتبر، هو أصلا ملحد وكافر، ما يعتبر أصلا. ودي أراه يا أخواننا، أخواننا ممكن زول مسلم يقول قال 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 الضرائب والزكاة ده كلام سياسي ساكت. الضرائب عرفناه، الزكاة كيف؟ هل الزكاة ثبتت بأحاديث أحد؟ هل ثبتت بالسنة براها؟ ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهمت؟ قال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، قال ده كلام سياسي، قال. ودي أطول آية في القرآن، ربنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب قال في كمية من الناس بيقولوا إنه أسلوبكم شوية عايز مراجعة، ما رأيك في ذلك؟ والله إحنا ما معصومين، الزول إذا نصحنا بننتصح، لكن لما يجي زول مجرم داري يطعن في الدين ده نحن أسلوبنا معاه بيكون قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بيكون بالغلظة. أما زول عادي كلامنا ده إحنا أصلا ما بنوجهه للطلبة المسلمين، ولكن بنوجهه للذين ينتمون إلى هذه الأحزاب، وده خير لهم ذاته، كوننا ندرشك وتاني الطلبة ما يسمعوا لك ده خير لك. ليه؟ عشان تاني ما في زول يسمع ضلالتك ويغتر بك ويعمل بها وربنا يكتب عليك الأوزار. فنحن مع هذه الشدة أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، والله مع الشدة دي انت شايفة دي برضو نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. لما انت تشوف ذاك أب فنيلة ظهر في المنتدى ونزل في اليوتيوب وكان بينظر وربنا كسره، وتشوف ذاك أب تفة فهمت كان بيجي يتجدع بعد ذاك ربنا كسره، ولما تشوف ذاك أب صلعة كان بينظر وربنا كسره فهمت، وبيقول الناس ما يسمعوا كلامهم، ده خير لهم هم ذاتهم، والله ده خير لهم. لأنه لو زول سمع رأيك ده ويغتر به وبقى ضال ده وزري عليك. لو الزول الضل ده ذاته مش ضلل به ناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. طيب في أسئلة بنكون جاوبنا عليها. قال ما سبب خلافكم مع محمد مصطفى والريناك؟ قال ما كنت تلاميذه، هو كان مرجعيتكم الوحيدة، ما خليناه. ده زم، أنا ما أعرفه ده زم ولا مدح. الزول كان على غلط ورجع، زي ما قال عمر بن الخطاب قال والرجوع إلى الحق خير من شنو؟ من التمادي في الباطل. وهو قال ما بتوب، بدعني، وقال بتحدى السعودية كلها وبقى يشتم في العلماء. فكنا أي صح من تلاميذه، عرفتها؟ لكن تبرأنا منه وخليناه، زي ما تبرأ نوح عليه السلام من ولده، قال إنه عمل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، عرفتها؟ ونحن ما زلنا نحذر منه ومن أنصار السنة ومن غيرهم، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا، لأنه كنا بندافع عنه وظنين نزول فيه خير، لأنه كان بيتكلم في الصوفية وأنصار السنة دي ساكتين، الهواري مواضيعه كلها إما يتكلم لك عن حبوب منع الحمل أو عن شنو كده ما عارف الفقه البيطري أو
نقل الاعضاء بين الطب والغانون وشنو؟ جايبينه في اذاعه الطيبه قبل ايام. يا زول المواضيع دي الناس دي كلها عارفينها، لو جبت شيوعي كافر تكلم لك في المواضيع دي. منع الحمل ده داير له شيخ؟ منع الحمل داير له شيخ؟ فهمت؟ فكلام ذاته عجيب، كلام عجيب، ويترك دعوه التوحيد التي هي اصل الاصول. طيب. قال مسألة عذاب القبر، وهل العذاب جسدي أم حسي؟ أو كان المفروض يكون السؤال يعني في الروح أم بعد ذلك أو غير ذلك يعني. طيب عذاب القبر يا أخواننا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إلا المعتزلة قديما والتراب حديثا ومن سار على شاكلته ومنهجه. ربنا سبحانه وتعالى قال عن في سورة غافر، قال عن مؤمن آل فرعون، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هل الساعة قامت؟ ده ما سؤال بسيط ومنطقي جدا، ما قامت. عشان كده ابن كثير قال وهذه الآية أصل في عذاب القبر عند أهل السنة والجماعة، عرفتها؟ وغير من الآيات ربنا قال في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. والكلام ده كان في غزوة بدر. ولو ترى يعني لو شفت يا رسول الله، لو رأيت هؤلاء الكفار وكيف أن الملائكة تقبض أرواحهم وتضربهم في حال قبض الروح، عرفتها؟ وحذف الجواب جواب الشرط، وده من البلاغة القرآن حتى تتخيل عظمة هذا العذاب وهذا الهول. طيب ومن السنة، سنة كثيرة جدا من السنة النبوية، الإنسان بيتشهد في التشهد الأخير في الصلاة بيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار وفتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن عذاب القبر حق. وغير من الأدلة الكثيرة التي أوردها العلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقال عن الإنسان الذي يستحق العذاب، قال فتضربه الملائكة ضربة يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. البهائم كلها بتسمع. عشان كده ابن تيمية رحمه الله قال كان أهل الإسلام إذا مغلت بطون خيولهم، لما الخيل يمسك مرض الإمساك، قال ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى، قال فتسمع العذاب في القبور، ده ما مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فتسيل بطونها، عرفته؟ لو التراب ده كان غنمايه كان مشينا ربطناه في المغابر البيجاي دي، شارع القياده ولا هناك سوق المحلي ولا حاجه عشان نشوف الحاصل شنو، فهمت؟ فالعذاب موجود وغيره من الادله الكثيره. ترابي قال يا اخواننا امريكا ما بتحرق، والانسان ده عباره عن 60% مويه يا اخواننا، يعني ربنا يلقى ديل وين؟ ربنا يلقاهم وين؟ وربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء، قال وضرب لنا مثلا ونسي شنو؟ خلقه. يا ترابي انت ربنا قال عنك وعني وعن جميع البشر قل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنا حاجه نحن، ربنا اوجدنا من العدم تبارك وتعالى وبقانا نمش، ربنا سبحانه وتعالى جابنا من العدم ما قادر يرجعنا ثاني، عرفتها؟ فالعذاب العلماء قالوا يكون في القبر على الروح والبدن تابع لذلك، البدن جوا القبر تابع للروح فيناله كثير من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن، قال ضمه القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، عرفتها؟ فده كله وغير من الأحاديث الكثيرة جدا لا تحصى ولا تعد في إثبات عذاب القبر. طيب
قال الصوفي الحبيب الجفري أنه يلبس عمامة سندها متصل إلى البيت أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الرواة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وشكرا. أنا المقطع ده وروني له بعض أخواننا وشفته. الجفري عنده محاضرة، وطبعا عشان يخلعك أنت لما شعر جسمك يقوم، وهذه العمامة أخذته عن فلان، يوصلها لك للرسول صلى الله عليه وسلم. يتخيل في قماش قاعد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الليلة، قماش عمة كمان وبيضة، عمة تترون ولا عمة 4-7 أصفار للليلة قاعدة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يفلي رأسه ويخيط ثوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ده شنو؟ يبلى. فده كله كذب ساكت. بعدين الجفري لأنه ذو المجرم بيقوم بيجيب لك وقد وهذه أخذتها عن شيخي الشيخ من كده علوي المالكي، عن الشيخ محمد، عن الشيخ عبد الله، عن الشيخ علي. ودي طبعا عادي أنا ممكن أعملها لك، أسي ممكن أحفظ أسماء الحضور ديل. أقول لك هذا القلم ده من زمن عمر بن الخطاب، أخذته عن الشيخ عمر، عن الشيخ عبد الوهاب، عن الشيخ عبادة، عن الشيخ عبد الحكم، عن الشيخ أبو بكر، عن الشيخ آداب، عن الشيخ مزمل، عن الشيخ فقيري، عن أبي الحسن، عن زين العابدين، عن علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله. تقول الله أكبر، أهو تقدر تغالطني؟ أهو ساكت كذب ساكت، ده زول موهوم ساكت. ولو داير ممكن أبدأ لك الغاعة دي، الغاعة كلها لو أنا بعرفهم ودفعتي ببدأ لك من الأستاذ للكنبة ذاتها، عن شيخي فلان، وأنت ممكن تبدأ في ناس بيتكم، عن شيخي تجيب اسمع اخوانك بس، عن شيخي احمد، عن شيخ محمدين، عن شيخ حميده، عن شيخي بابكر، عن شيخي ود احمد تجيب اولاد عمك، عن شيخي محمود، عن شيخي سمير، عن شيخي عن بنت عمي ساره، عن ابن عمي كده ولعب ساكت. يا اخي نفترض انه العمامه دي حقت الرسول عليه الصلاه والسلام، افترضنا معك جدلا، وانت داعيه بتاع الشرك بتنفعك؟ عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين لما مات حصل له شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرق رداء كان عليه وقام شنو؟ وقام بعد ما كفنه لفاه بيه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته دخله جوا القبر. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما بينفعك كونه لبست شيء مما التصق بالنبي عليه الصلاة والسلام وانت ما مؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من التوحيد. فده كله لعب على العوام. وطبعا العوام مما يشوفوا الزول فصيح يقول لك يا سلام ده الزول ذاته، والجفري ده بنادي الحسين فهمت، وبيقول انه الرفاعي جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بعض الأبيات، قال فخرجت يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ويمني مستهبل يقول لك وقد قال الحبيب، والناس تلقاهم بيبكم. طبعا الناس دي مدروشه، المواصلات ما في، وما بتكون فطرت كويس، وما عارف تلقى غدا ولا ما تلقى، وابوك راجيك تبني معاه والحيطه والكهرباء قاطعه، لو اي زول يتكلم معاك وقد مشيت البيت، لو جاب لك بس بالاسلوب ده وثم من لم نجد المواصلات، وبعد ذاك الكمساري شاكل معي، ممكن تلقى نص الشعب السوداني يبكي، تلقى اووك يا ناس العظيم شنو؟ الناس دي ما فاهم اللي بيتقال شنو ذاته، لكن عندها ما عارف فتامين بتاع حنان ناقص ولا في حاجه ناقصه لمين ما عارف. فده بغش المسلمين بالطريقه دي فهمت؟ هسه في قصيده الاتجانيه قصيده كفريه، تلقى الناس يقول لك لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، تلقاهم شغالين كده. والقصيده جوا فيها شنو؟ قال لك انا كنت مع ادريس لما ارتقى العلا واقعدته الفردوس احسن جنتي، تلقاهم شغالين لا اله الا الله، محمد رسول الله، هسس في راسه انت ما فاهم الحاصل يا يعني. ما فاهم الحاصل، نازل بيقولوا في كلام باطل فهمت؟ طيب في فرصة لمداخلات، فرصة مفتوحة للمداخلات. قال يستدل بعض الناس على عدم وجوب النقاب بحديث إذا بلغت المرأة المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث
لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا يثبت، قالوا نزل هذا الحديث قبل نزول آيات الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. والصحيح قالوا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا القفازين، ده الصحيح عرفته. أما تغطية المرأة لوجهها ولكفيها وسائر بدنها إذا خرجت هذا من دين الإسلام، والعلماء استدلوا بأدلة كثيرة. سيقول لك آية واحدة بس، ربنا قال بعد أن أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن شنو من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. العلماء قالوا الآية دي فيها دليل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها. كيف؟ قالوا إذا كان أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ديل بيبقى لنا شنو أخواننا أمهاتنا، ربنا أمرنا نحن إذا دارين منا متاع نخاطبهم شنو من وراء حجاب، وربنا قال علل ذلك قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وديل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرات النقيات الطيبات رضي الله عنهن أجمعين، ربنا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فكيف ببقية زوجات المؤمنين وكيف بنا نحن الذين نحن لسنا بالصحابة الذين هم نزلت في شأنهم الآية، والآية عامة. ربنا قال لهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ديل منو ديل؟ ديل الصحابة. نحن ما زي الصحابة ولا بناتنا ديل زي أمهات المؤمنين. فإذا كان ربنا أمر المجتمع الطاهر ذاك بالحجاب فأمروا هذا المجتمع بالحجاب من باب أولى وأولى وأولى، عرفتها؟ وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة. يا أخي الفنان لما يتغزل ما بيتغزل في الشباشب ولا في الظفر ولا في اليدين، فهمتها؟ بيتغزل في الوش لأنه ده موضع الفتنة، ولا في زول مشى يتزوج قال أنا بس لو لقيت إصبعي الشمال الكبير ده كويس أنا تاني ما عندي مشكلة، حصل؟ ما تغشوا علينا وما تلعبوا علينا. والفنان كله عيناتك وضيناتك وما عارف ليك وشنو كده تحدر شنو كده منها اللؤلؤ والجمان، وكذاب ساكت يا زول، كذاب الشغل ده في السودان ما تغش علينا، الله يسترنا ويدخلنا الجنة ساكت، فهمت؟ فشغل كله في الوش، الشغل ده كله في الوش وفي الراس، فأنت ما تجي تغشنا نحن، فهمت؟ فطيب قبل نجي للوش والكفين ما في شروط تانية للحجاب، لأنه في ناس بيقول لك أنتم متشددين. كويس اتفقنا أنه نقاب ما في، اتفقنا أنه نقاب ما في، مع أنه ذاته ما في واحد من العلماء قال الكلام ده. طيب ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تلبس جلبابا أو أن تلبس لبسا سابغا ساترا، ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن شنو من جلابيبهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب في شروط للحجاب، إنه يكون واسع واسع ويعم جميع البدن، وإنه يكون تخين ما يكون شفاف وما يكون ضيق، عرفته؟ وما يشبه لباس الرجال ولا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون زينة في نفسه. كده قبل نجي للوش والكفين، هل الشروط دي الآن موجودة؟ تجيك واحدة تلقاها رابطة نصها تقول لك أفتكر إنه أنتم متشددين والوش والكفين، طيب أنت نصك ده قاعد في راسك؟ ها؟ فطوم أحمد إبراهيم الهالكة قالت أحيي طالبة الجامعة التي إذا دخلت على ناس الحرس قال وضعت خمارها على راسها، فإذا توارت عن أعين الحرس قال ألقت خمارها على كتفيها لتواصل مسيرتها النضالية، نضال كله بالتبرج وقلة الأدب، فهمت؟ طيب هل ده يجمع صفات الحجاب؟ هل ده يدخل في الوجه الكفين؟ واحدة تلقاها لابسة ضيق
ضيق ما قادر اتمي ذاته. ده لو كانت دفارة الزمان ها والله الا الدعاء بالمنجنيق عشان تخش جوا كويس. ضيق ما قادر اتمش في الواطه ذاته، فهمت؟ الالوان تلقاه مزخرفه ومزركشه وتفتن، فهمت؟ اللبس الشفاف الذي يشف ما تحته والذي يعرض تفاصيل الجسم كلها، وفي واحد قصير لا يستر جميع البدن، هل ده يدخل في الوجه والكفين؟ واحده تلقاه اسمه حبيبي شطفني، اظن فهمت الحديث غلط، تلقاه لابسه ليه هنا؟ الحديث بتاع عزرة المؤمن الى انصاف ساقيه ده حق الرجال، بتلقاه لابسه ليه هنا؟ وبعد ده تلقاه عامله لها خطوه، فهمت؟ وتجي تقول لك انتم متشددين والنغاب، كده قبل النغاب الخطوه دي اقفليها وشي، فهمت؟ والبسي لك لبس زي الناس. ما ده يا اخواننا الحاصل، ده الحاصل الان، ده لابد الناس يتكلم عنه، فهمت؟ ده فساد. ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنة إن إذا خرجت من بيتها تخرج متسترة، تخرج حية حية، فهمت؟ ما تخرج زي دي. مرة بيجاي هنا في الانتخابات زمان مع أنصار السنة، واحد من أنصار السنة واقف بيجاي وشيوعيات خشات شايتات كولين، أي كوز ندوس ودوس ما بنخاف. فواحدة جاية خاشة قال لها ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أنت عارف تبرج الجاهلية الأولى كان عبارة عن شنو؟ كان واحدة بتكون لبسها كله سابق واسع وفضفاض، لكن بتمرخ خصلة من شعرها، خصلة من شعرها، وبتفتح فتحة صغيرة هنا، فتحة الجيب دي كده. يعني لو نسال جاهلية جان هنا الجامعة دي بشيل معايا مطرق، والله شيل معايا مطرق. الميم قرا لها الآية دي قال لها ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ديك مشت. الثانية شيوعية قال لها ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قالت لي برج ميتينك والله الذي لا إله غيره، لأنه دي ما عرفها آية ولا عرفها حديث ولا عرفها شنو ذاتها، عرفتها؟ دي ياسي تتكلم معاه دي؟ دي أنت بتقدر تتكلم معاه؟ يا ناس ده هوس، ده هوس. فده الحجاب ربنا سبحانه وتعالى أمر به والمؤمنات، وده كان في السلف في الزمان الأول بيعرفوا به المرأة الحرة العفيفة من غيرها، المرأة الحرة العفيفة من غيرها، عرفتها؟ ونسوان تلقاين يتكلمن ويعلن صوت، بنات تلقاين مختلطات مع الرجال وغشات في الفتة، وين الحياة؟ واحدة تلقاها خاشة في الفتة وعرقانة بتعمل كده، يا بنت النازلة وين الحياة بتاعك؟ في ناس قد يكونوا مثلا المناظر دي ما شافوها، لكن نزلوا ناس الجامعات دي، كل الجامعات ما الجامعة دي برا، فهمت؟ جامعات كثيرة جدا ناس تلقاهم خاشين في الفتة، فهمت؟ وتلقاهم بيتضاربوا، ودي بتتضارب لأنه يا اخواننا الحواجز انتهت، الحواجز دي اتمحت في القلوب، وبقت تشوف اللي بيتضارب معاه ده بيشوفه واحد زيها واحد، عشان كده بقت تتضارب معاه كويس، وتلقاهم بيتشاكلوا ويتساككوا في الجامعه. يا ناس الحاصل شنو؟ الجامعه دي الحاصل فيها شنو؟ والجامعه ذاته الحاصل فيها شنو؟ كويس. وغيرها من المسائل، ده غير التشبه بالرجال ولبس البنطال وغيره من المسائل الموجوده. فالمرأة الواجب عليها أنها تتقي الله سبحانه وتعالى وتتشبه بالمؤمنات، وكون المرأة تتستر وتلبس اللباس الشرعي ده ما ينقص في شخصيتها من شيء ولا يمنع من العلم في شيء. ها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عنها أهل السير قالوا ما غاب علم عن الصحابة فسألوا أم المؤمنين عائشة إلا وجدوا عندها منه علما، عرفتها؟ فما بيمنع العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عنده شيخات شيوخ نسوان، شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله وغيرهم من العلماء أخذوا من نساء عالمات تقيات، لكن كن هؤلاء العالمات كن يتسترن ويحفظن أنفسهن وينضبطن بالذي ضبطهن به الشارع الحكيم، عرفتها؟ ما كان بيمرق ساكت، بيمرق ساكت. الليلة الشغلة دي بقى الشغلة عجيبة ذاته. طيب
هل يمكن القول أن محمود محمد طه ملحد؟ محمود محمد طه أخواننا قال إنه الإسلام رسالتين، رسالة حقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي سماها الرسالة الأولى العهد المكي. أنا ما أعرف الهاجر إلى المدينة ده اسمه منه. هو قال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دي العهد المكي. طيب سؤال، المدينة سموها المدينة ليه؟ وهي مدينة منه؟ ها؟ مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام بتاعت قطع السارق وكذا نزلت وين؟ عشان كده الإنسان ده يا أخوانا زول مجرم وملحد، وجاء بأفكار الصوفية الأوائل إنه هو الله، وإنه التكاليف سقطت منه، وإنه عنده صلاة الأصالة. صلاة الأصالة دي قال بالقلب بس، تخلط وإنت قاعد تصلي، إنت شغال خلط بيجاي وصلاة بيجاي. وربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عشان كده قال الصلوات كلها سقطت عنه، وجابوا الإقامة عبدته قاعد في اليوتيوب، قال إنه قالت إنه أبوها ما كان قاعد يصلي، اعترفت هي ذاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نفتح آخر فرصة للمداخلات أو الأسئلة، فرصة مفتوحة. سواء الجامعة دي كان بيخشوا مش الطلبة الشيوعيين، حتى الدكاترة ذاته الليلة بكونوا في الصيوان بتاع العزة، عرفتها؟ لكن كان في دكاترة هنا بخشوا، في دكتور في الكلية دي هنا قال الغيامة بعد 112 سنة، مشان منها سنتين مش شدوا حيلكم يا ناس، الزول ده قال لكم الغيامة قربت، فهمتها؟ قال فضل منها 112 سنة، و109 109 سنة شمسية و112 سنة قمرية، شغلة دي قربت بالعدد 13. قال العدد 13 ده هو السبب في جميع الظواهر الكونية، ده مشرك بالله سبحانه وتعالى، وشريكه ليس البرعي ولا الكباشي، وإنما هو العدد 13. ده بقى يشرك بالرياضيات، ده لابد، لأنه ده شرك جديد، يعني ده شرك يعني ما زي الشرك بتاع الصوفية. في النهاية ده كله بوديك جهنم، بقى بتاع صوفية بقى بتاع غيره. طيب نحن بنعتذر للطلاب عن مواصلة هذه المحاضرات، لأنه في امتحانات في الجامعة، على أن نعاود إن شاء الله في أوقات أخرى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.